الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. نواصل شابتر 5 لكتشر 5 7. نشوف dependent motion، نحل البروبلم 5 4. أولا يقول لك في بعض الأحيان البوزيشن تبع بارتكل تعتمد على حركة على البوزيشن تبع بارتكل أخرى. في هذه الحالة لما تكون تعتمد على شيء آخر نقول إنه الموشن is dependent، يعني is dependent motion. مثال حركة البلوك B هنا، لاحظ أنها تعتمد اعتماد تام على حركة البلوك A. إذا نزلت البلوك A البي تطلع والعكس. السلك الموجود عندي هنا هذا المعلق في هذا البلوكس، هذا ثابت طوله، ثابت دائما طوله دائما ثابت، نسميه كونستانت. هنا ودنا نجزئه إلى سيجمنت، إلى قطع. الجزئية هذه هي XA، إذا أضفتها على 2XB، لاحظ هنا هذه الجزئية نسميها XB، لكن هي نفسها هذه زائد 2XB، هذا يساوي constant اللي هو طول السلك الكلي. Since one of the two coordinates XA and XB can be chosen arbitrarily، نحن نحتاج بس نثبت واحد علشان نعرف منه الثاني، ما نحتاج الاثنين يكونوا مثبتين، لا واحد ثبته أعرف منه الثاني مباشرة. أو ممكن تقول هنا أن البلوك B لا تعتمد إلا على حركة بلوك A. في هذه الحالة نقول أنه السيستم عندنا 1 degree of freedom. لما يكون عندي مثلا 3 بلوك، في هذه الحالة يكون عندي 2 degree of freedom. لاحظ المعادلة اللي سويتها هنا على المسافة هي نفسها تمشي على السرعة وعلى التسارع فقط بالاشتقاء. شوف sample problem 5-4. يقول لك أنه البولي دي هذه تنتقل بمسافة سرعتها 3 متر بير سكند عند اللحظة T equal 0. إيش اللي كان؟ كانت عندي الكولر A عند ال K وكانت السرعة تبعها 0، فلما الكولر A هذه وصلت إلى ال L كانت سرعتها 12 متر بير سكند. لما وصلت الكولر A عند ال L قديش كان التغير change in elevation، تغير في ال elevation تبع ال B، قديش السرعة وإيش هو الأكسلريشن. نبدأ بالموشن أوف كولر A، بما أن سرعتها تتغير وبالتالي هي يونيفورم أكسلريتد ريكتلينير موشن، نطبق عليها قانون ال V تساوي ال VA. نحن نتكلم لما وصلنا لل A كانت السرعة كام؟ 12 متر بير سكند معروفة، وال V0 تساوي 0. XA ماينس X0 اللي هي المسافة اللي انتقلتها من ال K إلى L 8 متر. إذا الـ A تساوي 9 متر. نطبق القانون الآخر اللي هو السرعة بالنسبة للزمن، وعارفين إنه في 0 يكوال 0. إذا الـ T تساوي 1.33 اللي هي إيش؟ اللي هو لما توصل الكولر A عند الـ L. بالنسبة للبولي دي السرعة دائما 3 متر بير سكند، إذا السرعة ثابتة، إذا عندي يونيفورم ريكتلينير موشن. ال XD تساوي XD0 زائدا VT، ال V تساوي 3، وال T معروفة اللي وصلت فيها الكولر A عند ال L، إذا نعوض عنها 3 مضروبة في 1 3 3 4، إذا المسافة XD ماينس XD0 تساوي 4 متر، إذا البلوك D تحركت ب 4 متر. هلا بدنا نشوف الموشن اوف بلوك B. لاحظ هنا عندي هنا ال XA اللي موجودة عندي هنا زائد 2XD، ليش؟ لأن الـ XD هي هذه وهذه زائد XB والجميع يساوي constant. نفس القانون لكن هنا عند اللحظة T equal 0 عند البداية. الفرق بين المعادلتين، إذن هذه ناقص هذه تعطيني إيش؟ تعطيني هذه، وهذه اللي هي الاثنين هذول XB هي هذه. لكن بالنسبة للكولر A نعرف أنها تحركت ب 8 متر، بالنسبة للبولي دي نعرف أنها تحركت ب 4 متر. هل لو بدنا نعرف منها مباشرة قديش تحركت البلوك B؟ تحركت ب ناقص 16 متر، يعني باتجاه الأعلى، تحركت باتجاه الأعلى بمسافة 16 متر. بالنسبة للموشن اوف بلوك B دائما، لكن المعادلة اللي كانت عندنا من شوية نروح نشتقها هتعطينا السرعة، نفس المعادلة لكن على السرعة، تعطينا تساوي صفر لأنه الكونستانت مشتقه صفر. الـ VA عند الـ L تساوي 12، والـ VD سرعته ثابتة أصلاً تساوي 3 متر دائماً،
إذن الـ VB قدرنا نطلع اللي هي ناقص 18 متر بير سكند. نشتق المعادلة من جديد تعطيني التسارع، لكن بالنسبة للـ AD هذه تساوي صفر. ليش؟ لأنه أصلاً هذا يونيفورم، ما يغير سرعة ثابتة، إذا التسارع يساوي صفر، وبالتالي ما بقى عندنا إلا الأكسلريشن تبع الـ AB يساوي ناقص 9 متر بير سكند، يعني يتحرك باتجاه الأعلى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.